شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتحدث عن العلة الغائية لبعثة خاتم الأنبياء محمد. وتبين أن العلة الغائية الوحيدة لهذه البعثة هي الرحمة. الشيء أحيانا يكون جزء العلة، وأحيانا يكون علة تامة، ولكن توجد في عرض هذه العلة علل بديلة، وتارة ثالثة الشيء يكون هو العلة الوحيدة المنحصرة التي لا يوجد لها بديل. هذه الآية الكريمة تدل على أن الرحمة هي العلة الوحيدة لبعثة خاتم الأنبياء. كان يمكن أن الآية الكريمة تكون بهذا الشكل: أرسلناك رحمة للعالمين. إذا كانت الآية الكريمة بهذا الشكل، ما كانت تدل على أن الرحمة هي العلة الوحيدة، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وعلماء الأصول يقولون: اللقب لا مفهوم له. إذا الآية كانت تقول أرسلناك رحمة للعالمين، كانت الآية تدل على أن الرحمة علة للبعثة، ولكنها لم تكن تنفي أن تكون هنالك علة أخرى منضمة إلى هذه العلة. ولكن لاحظوا صياغة الآية: الآية الكريمة تقول ما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين. يعني لا يوجد هنالك باعث آخر، ولا يوجد هنالك غرض آخر، ولا توجد هنالك علة أخرى وراء الرحمة. فالرحمة هي العلة الوحيدة المنحصرة لهذه البعثة المباركة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى مجموعة من التساؤلات تثار حول هذه الآية المباركة، أو ربما تثار حول هذه الآية المباركة. السؤال الأول: النبي صلى الله عليه وآله بعثته كما كانت رحمة كانت نقمة أيضا. النبي كان رحمة في موضع الرحمة، ولكنه كان نقمة أيضا في موضع النقمة. نقرأ في دعاء الافتتاح في صفات الله سبحانه وتعالى: أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وفي ذات الوقت هو أشد المعاقبين. النبي صلى الله عليه وآله كان رحمة على المؤمنين، ولكنه أيضا كان نقمة على المخالفين. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه رحمة أو نقمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه رحمة أو هذه نقمة. إذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله مزيجاً من الرحمة والنقمة، فكيف تقولون إنه صلى الله عليه وآله كان رحمة؟ الغاية الوحيدة المنحصرة من علته هي الرحمة. كيف تقول الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ الجواب على ذلك هو أن الشيء تارة يلحظ في حد ذاته، وتارة يلاحظ في ضمن الإطار الكلي. عندما تلاحظون الشيء بذاته في حد ذاته ربما يكون نقمة، ولكن عندما تلاحظونه في الإطار الكلي ملحوظا النظام الكلي، يتحول هذا الشيء الذي تظنونه نقمة يتحول إلى رحمة. مثال واضح من حياتنا اليومية: الطفل لا سمح الله احتاج إلى عملية جراحية. هذا الطفل ما يفهم ما تفهمون، أبعاد محدودة، إدراك محدود، لا توجد عنده تلك المنظومة الفكرية الموجودة عندكم. أنتم تأخذوا إلى المستشفى، تضعونه على السرير، يربطون بأيديه
هذه الأشياء المعروفة المعهودة، يعطون الأدوية المرة، منتصف الليل يجون يقومون من نومه ويزرقونه إبرة مؤذية. الطفل ما يفهم لماذا، الطفل يرى أن هذا اللون من ألوان التعذيب. يمكن شفتوا أنتوا أو شايفين أن بعض الأطفال يحاولون الهرب من المستشفى، حتى في بعض الأحيان بعض الآباء أبو ما ينظر إلى طفله مثل ما ننظر إحنا إلى هذا الجدار. أبو عنده رحمة مهما كان، عنده شفقة، يمكن بعض العوامل تغطي هذه الرحمة والشفقة، ولكن هذه الرحمة بالنتيجة موجودة. هذا أبو، هذه أم. أحياناً الأب على أثر بكاء الطفل وتوسل الطفل والحالة اللي يلاحظها في الطفل، يفكر أن يأخذ الطفل من المستشفى يوديه للبيت، يعني يصرف نظر عن هذه العملية. أحياناً هكذا يفكر، ولكن بالنتيجة هذه العملية إذا ما تجرى لهذا الطفل، عملية الزائدة الدودية مثلاً، إذا ما تجرى إلى هذه الزائدة الدودية تنفجر وتسمم البدن وتودي به إلى الموت. أنتم ماذا تفعلون؟ تأخذونه بالإقناع، بالكلام اللين، بالوعود الصادقة، وأحياناً بالشدة أيضاً. إذا قاوم أنتم تقاومون أيضاً، إذا تمرد أنتم تمارسون معه الشدة، بالقوة تأخذوه وتسووا لهذه العملية الجراحية. هذه نعمة أو نقمة؟ هذه نعمة. نعم، الطفل يلاحظ هذه الإبرة التي تزرق في عضلته، يشوف هذا تعذيب. ولكن أنتم عندما تلاحظون الإطار العام لهذه القضية، تجدون أن هذا ضروري، أن هذا لازم، أن هذه نعمة، أن هذه وظيفة. وفي يوم من الأيام الطفل يكبر ويفهم ويشكر لكم ذلك. الآباء المتدينين، الطفل نايم ساعة 2، ساعة 1، ساعة 3، بعد ساعة نصف ساعة يجي يوقظ هذا الطفل. الأب المتدين هكذا يجب أن يكون، الأم المتدينة هكذا يجب أن تكون، توقظ أطفالها واحد واحد لصلاة الصبح. هذا في ألم، هذا الطفل يتألم، هذا الطفل يتأذى. أحياناً هو الأب أو الأم يتأذى من هذا العمل، لأن يشوف هذا الطفل، بعض الأطفال يبكون، شايفين أو ما شايفين، الطفل تقوم لصلاة الصبح يبكي. ولكن هو هذا الطفل في يوم من الأيام عندما يكبر يشكر لك ذلك، لأنك علمته على العبادة، علمته على الصلاة، قربته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الشدة التي نلاحظها، هذه الشدة مو موجودة في رواية مرسلة، حتى واحد يقول هذه الرواية ضعيفة، لا، هذه الشدة موجودة في القرآن الكريم بشرائطها، طبعا بشرائطها. قطع يد السارق لها 44 شرط، الوالد كاتبها هاي 44 شرط في بعض كتبه، 44 شرط لقطع يد السارق. في إطارها هذه النقمة، هذه الشدة رحمة. ولذلك الآن تشوفون حتى في الدول التي يقال لها الدول الحرة، الدول المتحضرة، أكو فيها إعدام أو ماكو فيها إعدام؟
أكو أو ماكو؟ أكو فيها عدو. الذي يخون الوطن في هذه الدول الذي ينتقدون الإسلام يقولون الإسلام شديد، بعض البعيدين هم هؤلاء الذين يستشكلون هذا الإشكال، أكو في بلادهم إعدام أو ماكو في بلادهم إعدام؟ إذا واحد خان الوطن بالخيانة العظمى يعدمونه أو لا يعدمونه؟ نعم. أنت بكرة إذا كنت مشرع أو جاءت بيدك الأمور، أكو هنالك قطاع الطرق كانوا قديما عصابة من الأفراد يداهمون البيوت، يقتلون الأفراد، يهتكون الأعراض. إذا واحد أكو في المحل هالشكل، يتمكن واحد بالليل ينام إلى الصبح؟ واحد يتمكن ينام؟ ما يتمكن ينام. واحد لا يأمن على نفسه، على عرضه، على ماله. هذا الفرد يجب أن يؤاخذ. هذه المؤاخذة في ظاهرها شدة، ولكن عندما تلاحظون النظام العام تلاحظونه نعمة وتجدونه رحمة. فبناء على ذلك نجيب على السؤال الأول، أن التشريعات التي احتوى عليها الإسلام وهي في ظاهرها نقمة، في واقعها نعمة. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، الآية تقول إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة هل هي مختصة بالمؤمنين أو تشمل غير المؤمنين أيضا؟ هذه الرحمة التي جاءت بها رسالة النبي صلى الله عليه وآله تشمل الكفار، تشمل الآخرين أيضا أو لا هي خاصة بالمؤمنين فقط؟ الجواب على ذلك نعم، هذه الرحمة كما تشمل المؤمنين تشمل الكافرين أيضا، ولكن طبعا الإطار يختلف. إطار الرحمة التي تختص بالمؤمنين يختلف عن إطار الرحمة التي تشمل المؤمنين والكافرين. يعني الآن أي بوذي يعيش في العالم، في أي بقعة من بقاع العالم، أي مسيحي يعيش في أي بقعة من بقاع العالم، أي يهودي يعيش في أي بقعة من بقاع العالم، حتى الذي لا يقبل النبي صلى الله عليه وآله، حتى الذي لا يقبل الله تعالى، ينكر الله تعالى، هو هذا مشمول لرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرحمة رحمة للعالم. هذه القيم، إحنا الآن لاحظوا هذه النقطة، كيف نعيش حياة سعيدة؟ السعادة طبعا لها درجات، هذا المقدار من السعادة أيا كانت نسبتها، هذه ترتبط بمجموعة من القيم. إذا هذه القيم ما كانت، ما كنا نملك أقل مقدار من السعادة. هذه القيم ما كانت في العالم،
النبي صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بهذه القيم، هذه القيم اللي الآن في العالم موجودة ولو بمقدار. من الذي جاء بهذه القيم؟ حتى الغربيين يعترفون بهذا، لاحظوا كتبهم، المنصفين منهم مسيحي، ولكن يقول الحضارة الغربية بالمقدار التي لها من الحضارة، بذلك المقدار رهينة بالحضارة الإسلامية. قيمة العلم الآن هذه قيمة، قيمة حاكمة، قيمة العلم. من الذي جاء بهذه القيمة على حين فترة من الرسل؟ النبي صلى الله عليه وآله جاء في عالم أمي، في مجتمع أمي، ما كان للعلم قيمة في ذلك المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذه القيمة وجعلها في عرض قيمة الإيمان. هذا عجيب، قيمة الإيمان في عرضها قيمة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيمة العلم، قيمة الحرية. الآن هذه الدول العظمى في العالم تفتخر بقيمة الحرية، يقولون نحن جئنا بهذه الحرية. لاحظوا حال القرون الوسطى، من جاءتهم هذه القيم؟ باحتكاكهم بحضارة المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذه القيمة، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في آية أخرى وأمرهم شورى بينهم. فإذا هذه القيمة، قيمة الحرية والشورى، جاء بها الإسلام. هاي مو قيمتهم التي يدعون، التي يفتخرون، لا، الإسلام جاء بهذه القيمة. وما وصلوا إلى ما وصل إليه الإسلام. الإسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. أنت بكرة روح إلى الصحراء، أحيا أي مقدار تريد، 1000 متر، 10,000، 20,000، 100,000 متر، أحيها. هذا جزء من مفهوم الحرية. العالم إلى هذا اليوم لم يصل إلى هذا المستوى، والنبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 عام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن قيمة العلم، قيمة الحرية، قيمة الضمان الاجتماعي. الآن الدنيا تفتخر أنه عندنا ضمان اجتماعي، ضمان اجتماعي، الأفراد العجزة المستضعفين الدولة تضمنهم. هذا نجده في تاريخ الإسلام، الضمان الاجتماعي. وشيء نجد اللي ما أظن أن تجدوه في أي قانون من قوانين العالم، في أي بلد من بلاد العالم، النبي صلى الله عليه وآله أعلنه. يمكن البشرية بعد 1000 عام تصل إلى هذا المستوى، بعد 1000 عام، 10,000 عام، من أعلم. النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية موجودة في الكافي، راجعوا الكافي، ينقلها الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله خطب وقال من ترك مالا فلأهله. الدول الآن تأخذ ضرائب
بنسب مختلفة طبعا من الأموات. ماكو هذا القانون في الدين، في شريعة النبي ما عندنا هذا القانون. حتى إذا تركت ما يملأ بين جبلين ذهبا لوراثك، لكن الدول الآن تأخذ ضرائب تصاعدية، مو مهم. الكلام في القطعة الثانية، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. النبي يقول صلى الله عليه وآله إذا واحد مات مديون، من مات وعليه الدين فعلي أنا وإلي، تعالوا مني طالبوا. تجدون في دولة من دول العالم إلى هذا اليوم هذا القانون أكو؟ إذا واحد مات مديون الدولة تقول أنا أتحمل دينه، أكو هذا الشيء؟ أنا ما أعلم أن توجد هذه القاعدة في بقعة من بقع العالم. الإمام الصادق صلوات الله عليه راجع الكافي يقول عندما النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الشيء، من ترك مالا فلأهله، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي، فأسلم عامة اليهود. هذا قانون مو فقط للآخرة، حتى عامة اليهود أسلم عندما سمعوا هذا القانون من النبي صلى الله عليه وآله. قيمة اللجوء، هاي الظاهرة اللي الآن الغربيين يملؤون الدنيا، قضية اللجوء من مختلف البلاد الإسلامية، قبول اللجوء هذا في القرآن موجود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إذن قيمة العدل، قيمة العلم، قيمة الحرية، قيمة التساوي بين البشر اللي يفتخرون إحنا قننا هذا القانون، قيمة الضمان الاجتماعي، قيمة المساواة أمام القانون. جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. القيم إلها حالة تموج، يعني إذا صار في بلد قيم تحكم يتموج، وهذا التموج أثر حتى على الحضارة الغربية. حتى إذا تلاحظون من الناحية المادية، هذه النهضة الحضارية المادية اللي في الغرب هم يعترفون من بركات الإسلام، هذه النهضة العلمية المادية كلها ببركة الحضارة الإسلامية. يعني هذا الكهرباء اللي احنا دا ننتفع به، هذه الوسائل الجديدة كلها من بركة حضارة الإسلام. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث ونختصر، هل هذه الرحمة تختص بالبشر فقط؟ الجواب كلا. رسالة النبي صلى الله عليه وآله رحمة للإنسان ورحمة للحيوان ورحمة حتى للنبات، حتى الحيوان. لاحظوا الدقة، الآن الغربيين يقولون حقوق الإنسان حقوق الحيوان، هذا في ديننا موجود. قبل اللي الغربيين البشر ما كان في نظرهم للإنسان حق، النبي صلى الله عليه وآله جاء بحقوق الحيوان. الآن الحكومات الغربية للبشر ما إلها قيمة في نظرهم، شعارات. فكيف في ذلك الوقت؟ اقرأوا تاريخ القرون الوسطى، هم كاتبين، اقرأوا تاريخ الحضارة كيف كانوا يعيشون.
النبي في ذلك الوقت جاء بحقوق الحيوان، فإذا هو رحمة، تشريعاته رحمة حتى للحيوان. النبي صلى الله عليه وآله يقول: للدابة على صاحبها خصال. الدابة لها حق، حيوان أعجم أبكم هذا له حق. يبدأ بعلفها إذا نزل. أنت راكب، قطعت الصحاري، الأسفار القديمة جدا كانت منهكة في الحار، في البار، الطرق غير المعبدة. الإنسان عندما يصل إلى مقصده، بالذات من يقول الفقهاء من جد به السير، يعني جعل المنزلين منزلا واحدا، هذا عنوان بالفقه، هذا منهك. أول ما ينزل ما يفكر في أكله، ما يفكر في شربه، يفكر في علف دابته. لاحظوا الدقة، يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به. إذا مر بالماء يعرض الماء على الدابة، لعلها عطشة، يمكن عطشانة تكون هاي الدابة. ولا يضرب وجهها بالصوت مثلا، فإنها تسبح بحمد ربها. هذا الوجه الذي يسبح بحمد الله له قيمة. ولا يقف على ظهرها، لا يوقف، لأن هذا يؤذي الحيوان، إلا في سبيل الله، إلا في حالة جهاد اضطرار، واحد لازم يوقف على الدابة حتى يقاتل ويناور، ما يخالف. أما هكذا يقف على الدابة وقوف، يعني على رجله، لا يقف. ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق. أقرأ لكم أربع مسائل حقيقة عجيبة ذكرها صاحب الحدائق رحمة الله عليه البحراني في حدائقه في حقوق الحيوان. احنا عندنا باب في الفقه حقوق الحيوان، ما يسموه حقوق الحيوان، يسموه النفقات. آخر كتاب النكاح باب النفقات، في ذاك الباب يذكرون حقوق الحيوان، وما يقول أنا أقول، يقول الفقهاء يقولون. أقرأها بسرعة. المسألة الأولى، قالوا يعني الفقهاء، مو رأيي فقط، لا يجوز تكليف، يعني حرام، حرام، لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير. واحد. الثانية، قالوا حقيقة عجيب هاي المسألة، يجوز غصب العلف لإبقائها. الغصب من أشد المحرمات في الإسلام، ظلم، واحد يسرق أموال الآخرين، هذا من أشد المحرمات. إذا أكو في بيتكم دابة وما عندكم علف، وهذه الدابة على وشك الموت، يجوز لكم أن تذهبوا وتأخذوا علف جاركم بالقوة وتعطونه للدابة. شوفوا حقيقة عجيب هذا الحكم الشديد، الإسلام يقول أنا أرفع إيدي عنه لحق الحيوان. قالوا، طبعا بعدين لازم تعوضه بالمثل إذا مثلي والقيمة إذا قيمي، يجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك. المالك يقول ما أبذل، تقول له هذا دا يموت، يقول خلي يموت، تغصبه منه بالقوة. كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان. شلون تغصب الخبز من الخباز لإنقاذ إنسان محترم؟ اغصب العلف من جارك، طبعا إذا ماكو طريق آخر، إذا ما يقبل، إذا ما عندك سبيل آخر، اغصب العلف منه
لإنقاذ الحيوان وإن كان يلزمه المثل أو القيمة. المسألة الثالثة، لاحظوا الدقة، قالوا يعني الفقهاء لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة، إذا هذا الحلب يضر بالناقة مثلا لا يجوز الحلب. الرابعة، قد صرحوا بأنه حيث أن ديدان القز، هاي الديدان دودة شنو قيمتها، ولكن في نظر الإسلام محترم، قد صرحوا بأنه حيث أن ديدان القز إنما تعيش بالتوت، الظاهر مراد يعني ورق التوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه، لازم يوفرها وحفظها من التلف، فإن عز الورق ولم يعتني بها المالك قال خلي تموت هذه الديدان، باع الحاكم من ماله يعني من مال المالك، يأخذ من أمواله ويبيع واشترى لها منه ما يكفيها إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وآله يقول ليلة أسري بي إلى السماء، النبي رأى منظرين، المنظر الأول امرأة تعذب في النار، لماذا؟ فقلت لماذا؟ ليش هذه المرأة؟ فقالوا لعله جبرائيل مثلا أو الملائكة، قالوا إن هذه المرأة، هاي الرواية في البحار موجودة راجع البحار، وفي جواهر الكلام موجودة راجع الجواهر، إن هذه المرأة كانت لها هرة، أخذت هذه الهرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض حتى مات، هذا حرام، هذا ظلم، حتى الظلم للحيوان لا يجوز، ليش واحد يظلم؟ حتى إخافة هرة، واحد يخوف هرة هذا حرام، فكيف أن يخوف طفلا أو يخوف امرأة؟ الله أدخلها النار وكانت تعذب في النار، ورأيت امرأة في الجنة، هذا المشهد المقابل، امرأة كانت بعيدة شوية لها بعض الأعمال غير الطيب، في يوم من الأيام هذه المرأة، كيف هذه المرأة في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وآله، الرواية في البحار وفي الجواهر، هذه المرأة كانت تمشي رأت كلبا أضر به العطش، وأكو هنالك بئر ما يتمكن هذا الحيوان يشرب من ماء البئر، وهي ما عندها إناء ما عندها حبل، فأخذت ثوبها ودلته في البئر، امتص مقدار من الماء، أخرجت هذا الثوب وضعته وعصرته في فم الحيوان، الله سبحانه وتعالى ببركة هذا العمل أدخلها في الجنة، هذه رحمة، رحمة للمؤمنين، رحمة للكافرين، رحمة حتى لبقية الكائنات. إذا إحنا حقيقة، أختم بهذه الكلمة، نتمكن نظهر هذا الوجه لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، الناس ما يعرف، الناس لا يعرفون هذه الأشياء، الناس لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس لا يعرفون من هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، الناس لا يعرفون من هو الإمام المجتبى، الناس لا يعرفون من هو الإمام الرضا. إذا نعرض هذه القيم
التي جاء بها هؤلاء الأطهار. الناس مو معاند، المعاندين قل، الآن العالم يتقبل، الناس يتقبلون. يجب أن تكلموهم بالمنطق. امرأة كتبت كتاب، حقيقة هذه القضية عجيب، كتبت كتاب في بنات النبي صلى الله عليه وآله، امرأة بنات النبي صلى الله عليه وآله، امرأة يابانية جاءت وقرأت هذا الكتاب، أعجبها هذا الكتاب، أخذت هذا الكتاب ترجمت إلى اللغة اليابانية حول بنات النبي. المؤلفة الأصلية ماتت قبل حوالي سنة أو سنتين، والصحف، صحف القاهرة وصحف بيروت، نشرت هذه القضية. تقول هذه الكاتبة اليابانية المترجمة: عندما وصلت إلى الفصل الخاص بحياة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، احنا نقرأ حياة فاطمة الزهراء، حياة فاطمة الزهراء لو عرضت على نساء العالم حقيقة حياة نموذجية، احنا اعتدنا نسمعها من الخطباء الكرام، حياة مليئة بالعبر، حياة نموذجية. تقول هذه الكاتبة غير المسلمة، يمكن بوذية هي: عندما وصلت إلى الفصل الخاص بحياة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لم أتمالك دموعي، أخذت أبكي عندما أقرأ هذه الحياة لهذه الصديقة الطاهرة. وعندما أتممت ترجمة هذا الفصل وجدت أن حياة هذه المرأة تتناغم مع فطرتي، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الحياة تنسجم مع هذه الفطرة. فهذه المرأة بعد قراءة هذا الفصل أسلمت لله رب العالمين. وآمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. آبائنا أجدادنا بذلوا، تحملوا، حتى بعضهم ما كان يقتصر على حياته، كان يعمل وكان يتعب طول عمره، يجمع دينار دينار، ريال ريال، بعد وفاته يشتري قطعة أرض، يقول هذه قطعة الأرض وقف لأهل البيت، قطعة أرض وقف لأهل البيت، لإطعام المجالس الحسينية، لطبع الكتب الدينية، لما أشبه ذلك. يعني ما كانوا يقتصرون على حياته، لا حتى بعد وفاته هم أدوا ما عليهم بالمقدار اللي كانوا يتمكنون أو يرون. هذه الآن مسؤوليتنا، أن نوصل صوت النبي وقيم النبي صلى الله عليه وآله إلى الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق.
دنيا.